يا روكا، يلا بقى اللبن 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 يا روكا. يا رولو مالك؟ ما تاكل يا مي. رحيم، مبروك على الشقة يا سيد. ولو اني شايف ان ذوقك زبالة. انت جاي ليه؟ ممكن يا ولاد تخش جوه عشان هنتكلم انا وبابا في شغل. شغل ايه اللي هتكلم فيه؟ هتعرف لما الولاد يخشوا جوه. خير يا رحيم؟ لا خير ان شاء الله. دي عشان ما تاخدش عيال رحاب غصب عنها. ودي عشان تبطل تزل رحاب تاني. استنى فاهمك حاجه رحيم. ودي بقى حساب قديم كان لازم يتصفى. تعرف يا سيد ايه اللي كان مانعني عنك طول السنين اللي فاتت؟ العيال اللي جوه دي، لان انا عارف يعني ايه اب، وعارف انه مهما غلط برضه هيفضل اب في نظر عياله. انا مش عايز العيال دي في يوم من الايام تقول ان خالنا عزبونا، لانهم في النهايه حته مني. ان كان شيطانك ضحك عليك وهيالك انك لما تاخد العيال دي تبقى انت كده بتلوي دراعنا، لا كده تبقى انت غلطان، وغلطان قوي كمان. فاهم؟ غلطت فيها يا رحيم. عيالي يا اخي وحبيت اشوفهم، غلطت في ايه؟ حقك، بس انا الاوان بقى يرجع لامهم. مش هتاخدوا عيالي مني يا رحيم. في الاول وفي الاخر انا ابوهم. سيد، انت ادفى من اني اخد ودي معاك في الكلام. انا هندع العيال دلوقتي عشان يسلموا عليك قبل ما اخدهم واديهم لامهم. يلا اثبت نفسك كده. حاضر يا رحيم، حاضر. يا بنات تعالوا، تعال يا روكا. يلا يا بنات سلموا على بابا قبل ما نمشي علشان ماما مستنياكم. هو احنا هنمشي يا بابا؟ اه حبيبتي، تروحوا مع خالكم لماما. ها مالك يا بابا، انت تعبان ولا ايه؟ اه حبيبتي أنا زي الفل، تلاقيش. يلا روحوا مع خاله بقى، ما تعملوش مشاكل. ها ماشي يا روكا؟ يلا بنات عشان ما تتأخرش. خليك معايا هتموت بإيدي. مبروك البراءة يا سامي. يا اخي بيقولوا اللي بيخش السجن ده نفسه بتتسد عن الاكل. انا يا اخويا شايفك يعني جايب لي الطبق لمسة اكتاف. الكلام ده بيحصل مع اللي بيقعدوا في السجن مدة طويلة. لكن بالنسبة لي انا اديك زي ما انت شايف. السجن ما استحملنيش اكتر من يوم. انا عارف. مش يمكن ترجعوا تاني؟ مستحيل مستحيل. سامي عوض ما يدخلش السجن مرتين. طب وإن دخلتك تاني؟ عارف يا سامي، وأنا صغير كنت عامل مشاكل مع العيال كلهم. بابا حب يحل المشكلة دي، عمل إيه بقى؟ جاب لي قطة، قطة صغيرة كده، وقال لي اللي يعرف يتعامل مع الحيوانات هيعرف يتعامل مع البني ادمين. في يوم دخل عليا لاني ماسكها بغرقها، افتكرني بموتها، رقع عني حته قلم مش ناسيه لحد النهارده. هو كان فاكرني هموتها، بس انا ما كانش قصدي اموتها. انا كنت مستمتع بالرعب اللي في عينيها وهي حاسه ان روحها بتتسحب منها حبه. وانت بقى بتلعب معايا اللعبه دي
عشان ترهبني. بس الحاجة الحلوة المرة دي إيه بقى؟ إن بابا مش موجود عشان يديني بالألم. شوف يا عماد بيه، كل الحكايات دي اللي أنت حكيتها لي عنك وأنت صغير أنا حافظها كلها وأقدر أكررها لك بالحرف الواحد، لكن أنا بعيد عن الشغل، أنت تقدر تعرف أنا فين؟ ما تقدرش تعرف ولا حرف، عشان كده أنت هتفهمني، أنت اللي المفروض تخاف مش أنا، عشان أنا عارفك كويس قوي. ده عسل يا سامي. ومين قالك إن الحكايات دي حقيقية؟ مش يمكن بسرح بيك؟ عموما بكرة كل شيء يبان. بكرة كان نفسي تبقى معانا بكرة، بس يلا عليه العوض يا سامي يا عوض. كان نفسي تبقى معانا، بس قدامك فرصة ممكن تستغلها، حاول تستغلها كويس. يا سامي ايوه رامي، عاوزك تنفذ اللي طلبته منك بالحرف الواحد. ماما ايه ده؟ انتوا كويسين يا بنات؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. رحيم انا مش عارفه اقول لك ايه يا رحيم، مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليك يا رب، أنا كنت فاكرة إن أنا مش هشوفهم تاني، بجد شكراً. شكراً على إيه يا رحاب؟ دول زي ما هم بناتك، بناتنا كمان. وأنا مش هقبل أبداً إن هم يعيشوا بعيد عنك. وأنت عملت إيه معاه؟ لا ما تقلقيش، أنا لا يمكن أأذي أبو عيالك. ربنا يخليك ليا يا رحيم. بس أدعي ربنا بقى إنه ما يضطرنيش أعمل حاجة نندم عليها كلنا. تحب أكلمه؟ والله براحتك. اللي انت شايفه صح اعمليه، بس عايزك تتاكدي دايما ان انا معاكي وفي ظهرك، فاهمه؟ الحمد لله. رمضان ايه انت لسه ما بتدوش شغل ولا ايه؟ شغل ايه يا سيد ديب؟ انت شايف العمال لسه ماشيين والليل لسه ما دخلش. أنا بقول لك مستعجل يا رمضان، مستعجل يا أخي. ما تقلقش، أنت بس اللي جاي بدري، كل حاجة تخلص النهاردة. بقول لك إيه؟ أنا هعمل لك كوباية شاي، قبل ما تخلصها نكون بدأنا الشغل. ماشي. يا رمضان! ايه؟ ابعت اجيب لك الفيش والتشبيه بتاعي عشان تتاكد؟ لا مؤاخذة يا احمد بيه، انت عارف انا اتبهدلت كتير قوي في الاقسام عشان خاطر حوار ممدوح اخويا يعني، وانا بدور عليه. كمان اليومين دول بيحصل لي حاجات غريبة جدا. من فترة كده جالي واحد قال ان هو صاحب اخويا ممدوح وعايز يشوف الايميلات بتاعته، واديتها له. وجي كده من فترة كده برضو ظابط تاني وقال لي ان هو عايز يشوف الايميلات، وادي دلوقتي حضرتك. ظابط تاني؟ اسمه ايه؟ اسمه خالد، هو زميل حضرتك في الامن الوطني.
بس انا رفضت اديله ايميلات. لا مؤاخذه. اتفضل. دي الفلاشه اللي عليها الايميلات. اللي بقولك يا احمد بيه، مفيش اي حاجه جديده ظهرت على اخويا؟ اي حاجه؟ بدايله. رحيم، ما بترديش على تليفونك ليه؟ ما اعرفش. أنا مش عايزة أشوفك تاني. ليه؟ ما أنا قلت لك ما تخافيش. رحيم، لو سمحت ممكن تسيبني؟ أنا مش عارفة أعيش وأنت معايا. بعد إذنك ممكن تنساني؟ أنساكي؟ أنا لو هنساك يا داليا يبقى هنسى الدنيا كلها. ولو قلت لك إن قربك مني مين يا حياتي؟ رحيم، أنا مش عارفة أقولها لك إزاي، بس أنا مش عارفة أفكر غير كده. القريبين منك هما بس اللي بيتأذوا يا رحيم. ممكن تبعد؟ وأنا مش عايش معاك غصب عنك. بس خليكي متأكدة إني هسيب لك دايماً بابي مفتوح. والباب المفتوح أنا هقفله. ليه يا حبيبتي عملتي كده؟ كنت عايزاني أعمل إيه تاني يا ماما؟ على الأقل تقولي له على اللي عمله أبوه، يمكن يقدر يتصرف. وخليه يقف قصاد أبوه. أنت عارفة ممكن يحصل له إيه؟ عارفة إحنا ممكن يحصل لنا إيه؟ كفاية قوي اللي خسرناه لغاية دلوقتي.